بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أسعد الله أيامنا وأيامكم بذكرى ولادة نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. جعلنا الله وإياكم من زائريه في الدنيا ومن الفائزين بشفاعته في الآخرة. وردت روايات عديدة عن أهل البيت عليهم السلام وأدعية كثيرة عنهم سلام الله عليهم، تبين عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله، وتعلم المؤمن كيفية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن من أهم هذه الصلوات المأثورة عنهم سلام الله عليهم هي صلاة الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه على رسول الله، والتي وردت تحت عنوان الصلوات على الحجج الطاهرين. وهذه الصلوات ليست مخصوصة فقط برسول الله، لا، الإمام الحسن العسكري عليه السلام أعطى كل واحد من المعصومين عليهم السلام، وبين للراوي كيفية الصلاة عليه على كل واحد من المعصومين. لذلك هذا البرنامج سيكون متمركزا حول شرح هذه الصلاة الواردة عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام في حق جده رسول الله صلى الله عليه وآله. يكفينا لبيان عظمة هذه الصلاة ما بينه الإمام الحسن العسكري للراوي عندما أراد أن يبين له وأن يعلمه كيفية الصلاة عليه، قال له هذا الأمر. لاحظوا، قال الراوي أبو محمد اليمني، يقول: فلما انتهيت إلى الصلاة عليه، يعني حان الدور إلى الإمام الحسن العسكري، وكنت أنا أكتب هذه الصلوات التي كان ينقلها الإمام الحسن العسكري، عندما وصل الدور إليه، هنا الإمام الحسن العسكري توقف عن البيان، توقف عن بيان الصلاة عليه. قال: فلما انتهيت إلى الصلاة عليه أمسك، فقلت له في ذلك، يعني لماذا يا ابن رسول الله أمسكت ولم تبين الصلاة عليك؟ فقال: لولا أنه دين، لاحظوا عبارة الإمام الحسن، لولا أنه دين أمرنا أن نبلغه ونؤتيه إلى أهله ونؤديه إلى أهله لأحببت الإمساك، ولكنه الدين أكتب به. الإمام الحسن العسكري عليه السلام بيّن بأنه هذه الصلوات هي جزء من الدين، وجزء مما أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نبلغه إلى المؤمنين، إلى الشيعة، حتى يعرفوا مقامنا وفضلنا عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك بعد ذلك أكمل الإمام الحسن العسكري بقية الصلوات عليه وعلى ولده الإمام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف. تبتدئ هذه الصلوات بهذه العبارة: اللهم صل على محمد كما حمل وحيك وبلغ رسالاتك. هذه الجملة الأولى أو المقطع الأول الذي يبينه الإمام الحسن العسكري لكيفية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول: اللهم صل على محمد كما حمل وحيك وبلغ رسالاتك. لاحظوا بداية ما المقصود بالصلاة عندما المؤمن عادة، وهذه من الدعوات المأثورة عند المؤمنين والتي دائما يدعو بها المؤمن: اللهم صل على محمد وآل محمد. ما هي معنى الصلاة؟ ما المقصود بالصلاة؟ لاحظوا هناك رواية وردت عن الإمام الكاظم سلام الله عليه، سئل ما معنى صلاة الله وصلاة ملائكته وصلاة المؤمن في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سئل الإمام الكاظم عليه السلام: يا ابن رسول الله، ما المقصود بصلاة الله، وما المقصود بصلاة الملائكة، وما المقصود بصلاة المؤمن على رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هنا الإمام الكاظم عليه السلام أجابهم، قال: صلاة الله رحمة من الله. فعندما المؤمن يطلب من الله سبحانه وتعالى: اللهم صل على محمد وآل محمد، أن يطلب رحمة الله سبحانه وتعالى على محمد وآل محمد. وصلاة الملائكة تزكية منهم، يزكونهم، يؤيدونهم، يجعلونهم في حل وفي معزل عن كل نقص، في معزل عن كل شائبة تشوبهم، ينقونهم، ينزهونهم عن كل ما ينقص من قدرهم ومن شأنهم. وصلاة المؤمنين
يقول الإمام الكاظم عليه السلام: وصلاة المؤمنين دعاء منهم له. هذه معنى الصلوات التي يصليها المؤمن على رسول الله وعلى أهل بيته الطاهرين. من الله رحمة، ومن الملائكة تزكية، ومن المؤمن دعاء له صلى الله عليه وآله. فإذا هنا الإمام الحسن العسكري بيّن السبب في ذلك. أولا، كما حمل وحيك هذه المهمة العظمى التي قبلها رسول الله صلى الله عليه وآله، تحتاج إلى أداء دين من المؤمن. حمل الوحي ليس بالأمر الهين. أولا، هو في مقابل حمل الوحي وفي مقابل تبليغ الرسالات تحمل الكثير من العناء، تحمل الكثير من الضرر، تحمل الكثير من المصائب، من البلايا، تعرض إلى القتل هو وأهل بيته عليهم السلام. هذه كلها تضحيات تحتاج من المؤمن أن يعرف قدرها، أن يعرف أداء حقها ولو بالشيء البسيط. الشيء البسيط في ذلك أن يصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. هذه جزء من أداء الحق لرسول الله، جزء من أداء الدين لرسول الله. هذا مضافا على التضحيات التي قدمها في حالة نزول الوحي عليه. نزول الوحي لا يعتقد الإنسان بأنه نزول الوحي شيء بسيط، فيها أولا تعب جسماني جسدي على رسول الله، فيها تضحيات، فيها مشقة على النبي صلى الله عليه وآله، لأنه تحمل عبء الرسالة، عبء تبليغ الرسالة. فهذه كلها تحتاج إلى أداء دين، وأداء الدين يكون في الصلاة عليه وعلى أهل بيته. لاحظوا الإمام الصادق عليه السلام يبين الحالة التي كانت تمر برسول الله صلى الله عليه وآله، وكان يمر بها عند نزول الوحي عليه. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتاه الوحي من الله وبينهما جبرائيل، أو جبرائيل عليه السلام، يقول: هو ذا جبرائيل، وقال لي جبرائيل. إذا كان جبرائيل هو الواسطة بين رسول الله وبين الله تعالى، وإذا أتاه الوحي وليس بينهما جبرائيل، تصيبه تلك السبتة أو السبتة، يعني حالة من الغشية، حالة من نستطيع أن نقول من الحالة التي تصيب الإنسان عند نزول الثقل عليه، سبتة. ويخشاه منه ما يخشاه، لثقل الوحي من الله عز وجل، عندما كان الله سبحانه وتعالى يكلمه مباشرة دون وساطة جبرائيل، كانت تخشاه هذه الحالة، كان يشعر بثقل الوحي عليه. فهذه تحملها رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا مضافا على ما سنبينه من التضحيات التي تحملها رسول الله وتحملها أهل بيته في سبيل أنهم كانوا مؤدين لرسالات الله سبحانه وتعالى. لاحظوا في إحدى الصلوات الواردة عن الإمام السجاد عليه السلام في كيفية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا أقتطع فقط بعض هذه العبارات من هذه الصلاة المباركة. يقول الإمام السجاد عليه السلام: اللهم فصل على محمد أمينك على وحيك، ونجيبك من خلقك، وصفيك من عبادك، إمام الرحمة، وقائد الخير، ومفتاح البركة. هذه كلها أوصاف لرسول الله صلى الله عليه وآله. أولا إمام الرحمة، ثانيا قائد الخير، ثالثا مفتاح البركة. حقيقة كل واحدة من هذه الصفات فيها معاني عظيمة وفيها مقامات عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وآله، لو تأملها الإنسان المؤمن، لو تأمل الإنسان في هذه العبارات الواردة عن الإمام السجاد عليه السلام لكان علم مدى عظم رسول الله صلى الله عليه وآله. كما نصب لأمرك نفسه، لاحظوا هنا الإمام السجاد يأتي ويبين التضحيات التي قدمها رسول الله صلى الله عليه وآله في سبيل تبليغ الوحي والرسالات. يقول: كما نصب لأمرك نفسه، وعرض فيك للمكروه بدنه، وكاشف في الدعاء إليك حامته، يعني خاصته، وحارب في رضاك أسرته، وقطع في إحياء دينك رحمه،
رسول الله صلى الله عليه وآله قاطع رحمه وأسرته في سبيل أنهم لم يقبلوا هذا الدين، رفضوا أن يعتنقوا دين الإسلام، قطعهم وأقصى الأدنين على جحودهم وقرب الأقصين على استجابتهم. الناس الأدنين منه الذين كانوا من أقربائه أبعدهم بسبب كفرهم، والناس الذين كانوا بعداء عنه من غير دول من غير ملل قربهم إليه بسبب ولائهم وإيمانهم على استجابتهم لك، وقرب الأقصين على استجابتهم لك، ووالى فيك الأبعدين وعادى فيك الأقربين، وأدأب نفسه في تبليغ رسالتك، وأتعبها بالدعاء إلى ملتك، وشغلها بالنصح لأهل دعوتك، وهاجر إلى بلاد الغربة ومحل النأي عن موطن رحله وموضع رجله ومسقط رأسه ومأنس نفسه إرادة منه لإعزاز دينك. كل هذه الظروف، كل هذه الصعوبات تحملها لهذا السبب، إرادة منه لإعزاز دينك، واستنصارا على أهل الكفر بك حتى استتب له ما حاول في أعدائك واستتم له ما دبر في أوليائك. هكذا الإمام السجاد عليه السلام بيّن مدى التضحيات التي قدمها رسول الله صلى الله عليه وآله في سبيل تبليغ رسالات الله سبحانه وتعالى. ففي مقابل ذلك يستحق رسول الله صلى الله عليه وآله كجزء من أداء الدين، ولا المؤمن قاصر عن أداء دين الرسول صلى الله عليه وآله، جزء من أداء الدين، جزء في طريقه في سبيله إلى أداء دين رسول الله صلى الله عليه وآله في ذمته، هو أن يصلي عليه عند ذكر اسمه وعند ذكره. جعلنا الله وإياكم من المصلين على رسول الله صلى الله عليه وآله كلما ذكر اسمه في هذه الدنيا، وجعلنا من الفائزين بشفاعته إن شاء الله تعالى في الآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.